الآن سوف نبدأ بذكر أسماء الطلبة الأوائل بدءاً في القسم العلمي، وسوف نبتدي من العاشر وانتهاءً بالحاصل على المرتبة الأولى. في العاشر المرتبة العاشرة المكرر هبة يحيى حسين السنطاوي بنسبة 99.79% من مدرسة النجاة الأهلية الثانوية للبنات المشتركة. في المرتبة العاشرة مكرر أيضا محمد صلاح عبد الله محمد بنسبة 99.79% مدرسة السيف الأهلية الثانوية للبنات المشتركة. في المرتبة الثامنة مكرر أيضا آية حسن السيد محمد بنسبة 99.81% من مدرسة الكويت الأهلية الحديثة الثانوية للبنات المشتركة. في المرتبة الثامنة مكرر أيضا أياد السيد عبد المنعم السيد زبادي بنسبة 99.81% من مدرسة أنس بن مالك الثانوية للبنين. في المرتبة الخامسة مكرر آية أيمن محمد الفقي بنسبة 99.82% من ثانوية الجهراء الثانوية للبنات. في المركز الخامس مكرر أسعد نبيل حنة بنسبة 99.82% من مدرسة الإخلاص الأهلية الثانوية للبنين المشتركة. في المركز الخامس المكرر أيضا أحمد محمد عبد المنعم سليمان بنسبة 99.82% من مدرسة الوطنية الأهلية الثانوية للبنين المشتركة. في المرتبة الرابعة أحمد محمد حمادة السيد سعد بنسبة 99.84% من مدرسة السيف الأهلية الثانوية للبنين المشتركة. في المراكز الآن الثلاثة الأوائل يأتي بالمرتبة الثالثة الطالبة ندى محمد هشام محمد فؤاد موسى حويدق بنسبة 99.88% من مدرسة النجاة الأهلية الثانوية للبنات المشتركة. معنا الآن معنا الاتصال بالدكتور. أنا الصوت. نعم. تفضل. ألو. ألو. تفضل دكتور. ألو. سامع دكتور؟ لا ما أسمع. نسمع أنا أسمع بس نقطع الصوت. ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. منو معي؟ ندى. أهلا يا ندى، كيف الحال؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير، مبارك عليك الشهر. معك محمد الفارس وزير التربية، وأنا باتصالي لك هو لإبلاغك بمناسبة جميلة وهو حصولك على المرتبة الثالثة بالنسبة للقسم العلمي بنسبة تعادل 99.88. مبروك. ونتمنى لك التوفيق. بشكم استودعت التابعين المكتوبة معنا. نعم. والدتك موجودين؟ ممكن خليهم على الميكروفون معنا؟ نعم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير وسلامة. مبروك. الله يبارك فيك يا رب. نبارك إنجاز بنتك ندى. الله يبارك فيك بخير يا رب وأهلها والمسلمين جميعا تسدد بقاع الأرض يا رب. آمين. ونتمنى لها كل التوفيق. متشكرين أوي لحضرتك. ونحن فخورين فيها. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. إن شاء الله يكون هو بداية لإنجاز أكبر منه إن شاء الله. الله يبارك في حضرتك. الله يسلمك. نشكر الكويت ودي أغلى هدية من الكويت والله. تعليم ولادنا واهتمامهم بولادنا وتعليمهم. نعم. وتعليم القرآن والاهتمام بتعليم القرآن. نعم. ونشكر أمير الكويت. هذا واجبنا ودورنا. التعليم في المقام الأول التعليم في المقام الأول القرآن وحفظ القرآن. الحمد لله. وندى ما شاء الله حفظ القرآن وإن شاء الله ربنا يتم عليها وتكمل. الله يوفقها وإن شاء الله نتمنى لها كل التوفيق في مستقبلها إن شاء الله. الله يبارك في حضرتك. حضرتك دائما هتفضل
هنفضل فاكرين اسم حضرتك ان شاء الله. الله يبارك حضرتك ويبارك لها ونبارك كل عام وانتم بخير وانت بخير وسلام وتعودونا بالسلام ان شاء الله وامرها وكل بلاد المسلمين بخير يا رب. الله يسلمك شكرا مبروكين ان شاء الله. شكرا. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. ناخذ اتصال ثاني دكتور. الو 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 مع من معي؟ مصطفى. اهلا يا مصطفى. معنا مصطفى محمود حامد محمود. ايوه محمود. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. مبارك عليك الشهر. الله ونبارك لك معك وزير التربيه محمد الفارس. اهلا بك. ونبارك لك حصولك على المرتبه الثانيه على مستوى المدارس الكويت في القسم العلمي بنسبه 99.92. مبروك. الحمد لله. نتمنى لك كل التوفيق. يا رب. وإن شاء الله تكون هي بداية خير لإنجازات أكبر وأكبر. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. وما أدري إذا موجود الوالد والوالدة نبارك لهم. خذ أبويا معكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ محمود كيف الحال؟ نبارك لكم إنجاز ابنكم مصطفى. الله يبارك فيك. وحصول على المرتبة الثانية. بفضل والله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل مجهود كل الزملاء وكل العاملين في خدمة التربية. لا وجهودكم طبعا جهودكم كأولياء أمور مهم جدا في دعم الله يبارك في حضرتك. فنبارك له إن شاء الله ونتمنى له كل التوفيق. اللهم آمين يا رب. إن شاء الله نشوفه في أعلى المراتب. إن شاء الله. الله يبارك لكم فيه. الله يبارك في حضرتك. مع سلامة الله. الله يسلم عمرك. الله يسلم عمرك. جزاك الله خير. الله يسلمك. مشكورين مشكورين. الحمد لله. مع السلامة. شكرا. الآن نأتي إلى ألو. اتصلت علي. ألو. ألو من معي؟ أنا وفاء. أهلا يا وفاء. كيف الحال؟ الحمد لله. بارك عليك الشهر. بارك علينا وعليكم. عارفين من معك على التليفون؟ منو؟ هذه التربية. أهلا فيك. أول شيء طبعاً إحنا فخورين فيك بالإعلان وحصولك على المركز الأول بالنسبة للقسم العلمي. الحمد لله. والطالبة وفاء سعيد حسن إبراهيم حصلت على نسبة 99.94 من مدرسة الفروانية الثانوية للبنات. الحمد لله. مبروك. الله يعطيك العافية. وأنت فخر لمدارسنا. وإن شاء الله تكونين إن شاء الله قدوة للجميع إن شاء الله بحصولك على أعلى المراتب. الحمد لله كل بفضل ربنا. الحمد لله. ونتمنى لك كل التوفيق في مستقبلك إن شاء الله. إن شاء الله. ما أدري والدك ووالدتك موجودين؟ موجودين. إذا ممكن أكلم أحد منهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أنا أستاذ سعيد كيف الحال؟ الله يسلمك. مبارك عليك الشهر. وعليكم أجمعين. الحمد لله. نحن فخورين في وفاء. الله يعزك يا رب ويبارك فيكم جميعا. وهي قدوة لأبنائنا جميعهم. الشكر الشكر كل الشكر لكم. هذا الفضل علينا. هذا فضلكم وفضل فضل أمها. وزارة التربية. وجهدكم. ومعالي وزير التربية دكتور محمد الفارس. شكر لكم جميعا. نبارك لكم إن شاء الله وإن شاء الله نتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله. الله يبارك فيك. ونراها في أعلى المراتب. مديرة المدرسة ومديرة المساعدة جزاهم الله نعم. كل خير. الله يوفقها إن شاء الله. كلهم جميعا كثر خيركم. ألف ألف شكرا. الله يبارك لك لها إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. مبروك مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك. نتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا.